أطلق مشروع رعاية صحية المتكاملة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبادرة يوم لبكرة لتنظيم الأسرة في ظل جائحة كورونا والتشجيع على تقديم الرعاية الصحية الفضلى للمرأة والأسرة والتأكيد على استمراريتها. فعاليات وأنشطة متنوعة أقامتها مبادرة يوم لبكرة لتنظيم الأسرة في ظل جائحة كورونا التي صبت جل اهتمامها في تشجيع صانعي القرار والعاملين في المؤسسات الصحية بدعم التوجهات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة لتعزيز خدمة تنظيم الأسرة بشكل مستمر خاصة خلال أزمة كورونا. عمالنا ننفذ التعهدات اللي قمنا فيها خلال الفترة الماضية، منها مشورة قبل الزواج، تركيز وتسليط الضوء عليها. برضو عمالنا نركز على تسهيل الوصول والحصول على خدمات تنظيم الأسرة، وهذا طبعا اوريدي عملوا بطلاقة ما عملنا هم معهد العناية بصحة الأسرة، بحيث نشتغل كنموذج نقدم خدمات صحية متكاملة منها تركيز على تنظيم الأسرة وتوفير كل هاي الخدمات. الآن في هذه المبادرة تزامنت مع دعوة سمو الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة انه يكون في عندنا خدمات اضافيه بنقدمها للمقبلين على الزواج، بحيث انهم يقوموا هم بعمل اختيار رشيد وواعي لوسائل تنظيم الاسره اللي بيحتاجوها، ولطريقه تنظيم اعداد الاطفال او توقيت الاطفال اللي هم بفضلوها وبحبوها. الفعاليات المقدمه ضمن انشطه المبادره جاءت بافكار رياديه فريده ومبتكره لتتوافق مع الظروف الراهنة التي يمر بها الأردن والتي تتطلب الالتزام بقواعد السلامة العامة لضمان الوصول إلى الأهداف المرجوة ضمن المعايير الصحية المتبعة باستخدام طرق إبداعية وتطبيقات ذكية تسعى إلى تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة في مختلف الأوقات. هذه المبادرة هي لفت انتباه وتركيز ما يتم أخذه من تثقيف صحي وضرورة أخذ الوسيلة المناسب للسيدة في ظل هذه الأوضاع حتى يعود بالنفع على صحة السيدة وصحة الطفل أيضا. مقدمو الخدمات الصحية الذين شاركوا في هذه المبادرة من مختلف المؤسسات ساهموا بتقديم تعهداتهم وأنشطتهم لتحسين خدمات تنظيم الأسرة والحفاظ على استمراريتها دون انقطاع من خلال العمل ضمن أربعة محاور، أولها الحفاظ على سلامة المستفيدين، يليها حماية حقوق المستفيدين، ثم التثقيف الصحي للمستفيدين، وأخيراً سهولة الوصول والحصول على الخدمات. نحو 30,000 تعهد قدمها عاملون في القطاع الصحي للمساهمة في تعزيز خدمة تنظيم الأسرة والرعاية بها في مختلف المحافظات، وهو ما ترتكز عليه أنشطة وفعاليات هذا اليوم في مختلف المؤسسات الصحية العامة والخاصة. ريف برهوم، المملكة، عمان. ومعنا عبر الهاتف مديرية صحة المرأة والطفل في وزارة الصحة الدكتورة ملاك العوري. دكتورة ملاك، صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا. ما هي هذه المبادرة، مبادرة يوم لبكرة، وما هي أبرز الأهداف؟ يسعد صباحك، يسعد صباح المشاهدين طبعا، وشكرا على التقرير. بالبدايه طبعا مبادره يوم لبكره لتنظيم الاسره في ظل جائحه كوفيد 19 هي تحت رعايه صاحبه السمو الملكي الاميره بسمه بنت طلال المعظمه، وزي ما حكى التقرير انه هي تم اطلاقها ب 19/10/2020 ونفذوا جميع العاملين والمؤسسات والمتطوعين والمجتمع المحلي عم بنبذوا مبادراتهم المبتكره اللي بتكون مميزه غير عن المعتاد بالايام العاديه. طبعا يعني بحب ان انوه على هدف المبادره، هي بصراحه المبادره اجت استجابه للمتغيرات اللي طرأت على العالم كله ومحليا على استمراريه خدمات تنظيم الاسره بالتباعد بين الاحمال، لانها توقفت في فتره لتقديمها، وهذا بصراحه احنا بنحب كثير نركز على هدفها انه السيدات صار عندهم حمل غير مرغوب فيه لانهم ما اعطوا أهمية لتأمينهم باستخدام وسائل تنظيم الأسرة، وبتعرفوا الأحمال غير مرغوب فيها لسيدات عندهم مشاكل صحية أو اقتصادية أو نفسية أو اجتماعية، هذا بيكون عبء كتير كبير على الأسر وعلى المرأة. عشان هيك كتير إجت مهمة وهدف المبادرة إنه يكونوا السيدات والأزواج يعطوا أهمية وضرورة لتأمين
استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة في كل الظروف، وخصوصا في ظروف الجائحات والأزمات، أساس ما يصير في عندنا أحمال غير مرغوب فيها. نعم، طب ما هي أبرز الأنشطة والمبادرات التي ستقومون بها خلال هذه الحملة بظل جائحة كورونا؟ طبعا اكيد زي ما تفضلتوا بالتقرير، احنا عندنا 4 محاور، وجميع الكوادر وزي ما حكينا المجتمع المحلي والمؤسسات هم عملوا بتعهدات مبتكره وابداعيه انها تكون غير على المعتاد، وبلشوا ينبذوا هاي التعهدات. طبعا كل العاملين ببلشوا ينبذوا هاي التعهدات من خلال مؤسساتهم، مراكزهم، من خلال تقديم الخدمات زي ما تفضلتوا بالتقرير، من الحفاظ على سلامة المستفيدين، بصير عندهم تعهدات لحفاظ على أسرارهم، خصوصيتهم، سهولة الحصول والوصول، يأخذوا جلسات تثقيفية مشهورة متكاملة، يحكوا لهم عن الوسائل، فوائدها، خياراتها، أثارها الجانبية، كيف الالتزام كمان بكل وسائل مكافحة فيروس كورونا أثناء جلسات التوعية لتنظيم الأسرة. في عنا كتير أمور اللي هي تسهيل المواعيد والأوقات والمشورة حول التزامهم بتنظيم الأسرة. طبعا إحنا بحب أنوه أن وزارة الصحة هي بتقدم خدمات تنظيم الأسرة والتباعد بين الأحمال في مراكزها الصحية وفي مستشفياتها، بتقدم جميع وسائل تنظيم الأسرة مجانا. نعم. وبتشتريها وزارة الصحة وتقدمها لجميع المواطنين. في كمان كوادرنا مدربة مؤهلة لتقدم المشورة والتثقيف الصحي على جميع المواضيع واللي بتخص تنظيم الأسرة بالصحة الإنجابية. طبعا في ظل جائحة كورونا صار في عنا خلينا نحكي طرق يعني مبتكرة للاتصال عن بعد، تقديم المشورة عن بعد من خلال التواصل والسوشيال ميديا اللي هي صارت انه من خلال انه يتواصلوا مع جميع الفئات الموجوده. نعم. طبعا احنا كمان بهمنا كثير نركز انه كيف نخفض وفيات الامهات وحديثي الولاده، لانه بتعرف باستخدام وسائل تنظيم الاسره والتباعد بين الاحمال بنخفف وفيات الامهات ونخفف وفيات حديثي الولاده، وهذا كثير مهم انه الامهات اللي عندهم خطة إنجابية وبدون يعملوا تباعد بين الأحمال يستخدموا وسائل تنظيم الأسرة، خصوصا في الأزمات، لأنه السيدات والعائلات والأزواج في الأزمات أخذوا ضرورية لأمور كثيرة ونسيوا أنهم كيف يأمنوا حالهم باستخدام وسائل تنظيم الأسرة، وهذا بصراحة أدى إلى أحمال غير مرغوب فيها، خصوصا عند السيدات اللي هم كان عندهم مشاكل صحية واقتصادية. نعم. نفسية واجتماعية. نعم. طب يعني تحدثنا عن دور وزارة الصحة، دعينا نتحدث عن دور أيضا المجتمع المدني بالتوعية بهذا الموضوع. طبعا احنا عندنا بالمبادره بتعود في اثرها على الخدمات الصحيه واثرها على المستفيدين، وهذا كليته بيخلي الكوادر الصحيه انها تتبنى الافكار، وتصير في كمان روح التنافسيه والابتكار والابداع، وبصير في اساليب وتطبيقات الكترونيه، هذا بيؤدي انه يكون في سيناريوهات للتعامل مع الازمات وخلق روح التنافسيه للمستفيدين. طبعا نرفع الوعي بأهمية الاستمرار في استخدام وسائل تنظيم الأسرة وتجنب الأحمال غير المرغوب فيها، خصوصا في ظل الأزمات، ويحققوا يعني يحققوا خطتهم الإنجابية الزوجين. بالنسبة للمجتمع المحلي، احنا عندنا لجان صحة المجتمع بكل مراكزنا الصحية، كان في مشاركة مع لجان صحة المجتمع اللي هي بتكون مع المراكز الصحية، وهي عملوا كتير تعهدات وعمالهم بنفذوها، من امبارح بلشت التنفيذ. نعم. لهاي المبادرات. نعم، نشكرك. إذن كانت معنا عبر الهاتف مديرة مديرية صحة المرأة والطفل في وزارة الصحة الدكتورة ملاك العوري، شكرا جزيلا لك.